بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في قناة تفسير الأحلام والرؤية الشرعية. النهاردة هنتكلم عن رؤية الحبيب في المنام. هنتكلم عن رؤية الحبيب. احنا اتكلمنا قبل كده فيديو قبل كده عن الحبيب. هنتكلم النهاردة لو شفناه في البيت، يعني لو شافته المرأة ان الحبيب سواء حبيب سابق او حبيب حالي شفناه انه دخل البيت. كمان لو شفنا حد من اهل الشخص ده، لو شفناهم برضو في البيت هنعرف معناه بشكل عام. اولا الفتاة العزباء اما تشوف ان هي بتتكلم مع حبيبها يعني حاسة ان هي فرحانة او حاسة بسعادة، فدي بشارة بالزواج عن قريب. كمان لو شافت بقى العكس، لو شافت الحبيب انه غضبان انه بيصرخ عليها او كده، فده للأسف بتدل على مشاكل او صعوبات او يعني في عقبات هتواجهها في علاقتها بالشخص ده. كمان لما تشوف الحبيب انه دخل البيت وانه تتناول معاها طعام او شراب، لو كان حبيب سابق فبشارة بالرجوع مرة تانية. كمان لو حبيب حالي فبشارة بالزواج. لو شافت ان هي بتتكلم مع الحبيب السابق بتودد او بحب او كده، فدي من الرموز اللي بتبقى شوية غير محمودة، فبتدل على ان هي هتمر بمشاكل، هتمر بحزن. المرأة المتزوجة لما تشوف حبيبها، ومقصود هنا المرأة المتزوجة حبيبها السابق، لان يعني طبعا ما فيش متزوجة هيبقى ليها حبيب حالي، فبنتكلم عن الحبيب السابق. لو شافت ان هي بتتشاجر معاه او يعني او في خلاف ما بينهم، فدي خلاص من مشكلة، ومشكلة كبيرة كمان هتخلص منها عن قريب. لو شافت ان هي بتتكلم معاه وهي سعيدة، فده العكس، بيدل على انها هتعاني من حزن، هتعاني من مشاكل. المرأة المتزوجة كمان لو شافت حبيبها السابق فشوية بتدل على معاناة هي ممكن يعني تمر بيها. كمان ممكن تدل على حدوث مشاكل او خلافات اسرية او مشاكل زوجية. رؤية قدوم بقى اهل الحبيب، لو شافت ان اهله دخلوا عندها البيت، سواء امه او سواء حد من افراد عائلته، فدي شوية بتدل على ود وعلى حب وعلى بشارة بالزواج من الشخص ده. كمان المرأة المتزوجة لو شافت ان يعني في مشاكل حصلت مع ام الحبيب السابق، فدي مشاكل هتواجهها في حياتها وبالاخص في حياتها الخاصة. كمان الفتاة العزباء اما تشوف ام حبيبها، دي برضو من الرموز اللي بتدل على الزواج قريبا. كمان الرمز ده لو شافه شاب غير متزوج، لو شاف ام حبيبته فبشارة لي بالزواج عن قريب. بشكل عام كمان لو شاف سواء رجل او امرأة، لو شاف ان هو بيتناول الطعام مع الحبيب، فدي بشارة بالزواج والارتباط. ولو كان بينهم خلاف او ان هم يعني في فترة انفصال، فبشارة بالرجوع.